مساكم الله بالخير مشاهدينا عبر شاشة تلفزيون الكويت، نرحب فيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ساعة إلا. اليوم راح أكلمكم عن صفات موجودة في بعض الأشخاص، وهي صفات للأسف من الصفات السلبية والغير محبوبة من الآخرين، واللي لازم أنه يتخلص منها الشخص قبل ما تصير مستحيلة وتأثر على حياته ومستقبله. وتعتبر شخصية البخيل أو شخصية المبذر من أسوأ أو أصعب الشخصيات اللي تكون في المجتمع، وهي واحدة من العادات السيئة المصاحبة للكثير من الأشخاص، وتعد مرض اجتماعي ونفسي يؤثر عليك ويؤثر على اللي حولك. وعلشان كذي راح نتكلم اليوم في حلقتنا مع دكاترة الصحة النفسية عن صفة البخل وصفة الإسراف عند بعض الأشخاص، وهل هو مرض نفسي؟ ولكن بعد ما نطلع هذا الفاصل ونرجع لكم. رجعنا معكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، وفي بداية حلقتنا رحب في زملائي الدكاترة. يا هلا فيك دكتورة نادية الخالدي. حبيبتي أهلا وسهلا. يا هلا فيك دكتور حمد طيار. أهلا وسهلا، سعيد جدا بتواجدي. في البداية دكتور حمد طيار، أبي أسألك شنو يعني لك صفة البخيل، أو شنو عندك معنى البخل؟ يعني هي واحدة من أسوأ الصفات اللي ممكن يصفها أي إنسان، أي مخلوق. طبعًا إحنا كرجال الموضوع يكون أسوأ طبعًا، وإحنا عندنا حساس عندكم أنت. أي، وإحنا عندنا البخل هو عدو المرجلة. يعني الواحد البخيل هو صفة مذمومة جدًا وصفة سيئة جدًا، ويعني وحتى مذكورة حتى في القرآن. يعني الشخص البخيل يعني كثير من المثالب. يعني طبعًا نتكلم حتى في القرآن، الله سبحانه وتعالى في القرآن قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. احنا بنتكلم انه ما تخلي يدك مغلوله عنك، ما تكون بخيل شديد البخل، ولا تكون باسط كل البسط. فهني قاعد نتكلم على شخص يعني يفترض يكون متوازن. مفهوم ترى البخل مفهوم يعني نسبي، مختلف من شخص لاخر. الشخص اللي عنده المقدره الكرم عنده يختلف عن الشخص اللي ما عنده المقدره. يعني ابراهيم عليه السلام لما اتاله ضيف، اتاله ضيوف ثلاثه، اعطاهم عجل. تخيل من يعطي الحين ضيوفه ثلاثه جايين عجل، عجل سمين وعجل حنيث، يعني عجل كبير. فالعجل هذا طبعا مفهوم الكرم مختلف. الشخص اللي عنده مفهوم الكرم عنده ممكن يكون اكثر من الشخص اللي ما عنده. لكن نتكلم عن البخل، هي على اطلاقها صفه مذمومه. احنا كنا قاعد نتكلم على الكرم لو كان كرم مبالغ فيه، بس البخل، بخل صفه سيئه جدا. البخيل يعني شخص منبوذ، حتى ربعه ما يحبونه، اللي حواليه يكون شخص مكروه. يعني عندهم طبعا لما نتكلم عن الكره او نتكلم عن البخل بين الاصحاب هو سيء، ولكن قد يكون اقل سوء من لما يكون شخص بخيل مع اهله. اللي ما يصرف على بيته وما يصرف على عياله وما يصرف على هذا الامر طبعا سيء جدا. فالامر يعني سيء جدا، والامر يعني دائما يوصف بصفه سيئه. وطبعا الشخص لما يكون يعني بخيل على نفسه وعلى اسرته اكيد هو الامر اشد وقع من اي اخر. واذا بنقول دكتوره ناديه شنو هي صفات البخيل عشان نعرفها اكثر للمشاهد؟ هو البخل آفة، يعني ما أخذ هو من يعني هو نتيجة لبعض الاضطرابات النفسية. مثلا البخيل عنده فوبيا من نقص الأموال، البخيل عنده هستيريا، البخيل عنده مشكلة في الوسواس القهري، عنده أنه خوف أنه أنا يعني بس أبي يعني يكون عندي أموال، وهذه الأموال لازم أن أنا دائما يعني أحافظ عليها، وأن ما حد يلمسها أو أن أحد يعني يتقرب منها. عنده مشكلة مع اضطراب الاكتناز أيضا، يبي يكتنز هذه الأشياء. فهو البخل ماخذ جزء من يعني اغلب الاضطرابات النفسيه، عفوا، انه يعني من كل اضطراب ماخذ شيء. نبي نتكلم الحين عن الصفه العكسيه اللي هي الاسراف والتبذير. الامر لا يعني لازم نقول يقاس بالشخص نفسه. يعني الشخص اللي عنده مثلا اموال طائله، عنده ملايين، اكرام الضيف يختلف عن الشخص اللي عنده اموال محدوده. فاحنا لما نتكلم عن الشخص المبذر هو الشخص اللي يعمل وينفق اكثر من مقدرته. وللاسف هذا طبعا امر منتشر عندنا بشكل كبير جدا، هو الامر البحث عن المظاهر، البحث عن يعني عن مقارنه الناس، او البحث عن انه يتساوى مع الناس. وهو ترى يعني الله سبحانه وتعالى خلق ناس اغنياء وناس فقراء، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الله قال كذي. يعني احنا ترى احنا غير متساويين في الرزق. في ناس عندها مال كثير وفي ناس عندها مال بحده، ولكن قد يكون الامر متساوي في الامور اللي عندنا او المعطيات اللي عندنا احياها. فقد يكون الشخص عنده اموال كثيره وعنده مال خير، فيعني قد يكون طريقه تعبير الكرم هذا يكون بطريقه مختلفه عن الشخص اللي عنده المال حد مثل ما يقال. فاحنا قاعد نتكلم على طريقه يعني المبذر اكيد هو الشخص اللي يصرف بغير حاجته، اللي يصرف اموره مو محتاجها. يعني مثلا سياره، هو مثلا حده او مثلا مقدرته الماديه بهذا الشكل، يضطر يقترض
عشان ياخذ امر وهو في غير حاجته. يعني قاعد نتكلم عن هو شخص مبذر، قد يكون صرف كل امواله عشان امور وهو غير حاجه لها، لا هو ولا اسرته. ويفترض الامر هذا ينمى في الاسر وكيفيه تعامل الاباء مع ابنائهم في انهم يحددون الامور اللي هم محتاجينها. ودائما انا اقول حق الابهات والاهالي ان عود عيالك على كيفيه التعامل مع الامور، دائما يعني رسخ الامر هذا في ذهنه. قول له اذا الشيء محتاجه راح يجيب لك اياه حتى وكان غالي الثمن، وراح ينميك ونمي افكارك. اما الشيء اللي ما له قيمه وما له ثمن حتى لو كان سعره يعني زهيد، انا ما اجيب لك اياه لعدم ترسيخ بعض المبادئ وبعض الاعتقادات في ذهنك. فدائما دور اولياء الامور في كيفيه ترسيخ المبادئ حتى حق ابنائهم. بس اكيد طبعا الشخص المبذر شخص يعني شخص عليه كثير من الامور اللي هي والاسراف والتبذير في امور كثيره، قد يكون البذخ الزايد امر سلبي. فاحنا قاعد نتكلم الشخص اللي عنده دائما الامر مقرون في الشخص اللي عنده المقدره نقول نعم، اما الشخص اللي في غير حاجته ويبذر اكيد هو امر سيء جدا. دكتوره ناديه، سمعنا تعريف المبذر من الدكتور حمد، نبي نسمع تعريف المبذر بالنسبه لك انت. تعريف التبذير، ان التبذير ان انا ابدي اصرف كل شيء أنا أملكه بدون أن أنا ما عندي ضبط انفعالي للصرف، ما عندي توازن في التعامل مع المال. يعني شنو ما يطري علي أبي أشتري 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 مثلاً. إيه، وأن عادي مثلا أدفع كل فلوسي على مرة واحدة رحت السوق فيها، زي مرة ثانية لا عادي أنطر المعاش. زي أنت ليش قاعد تسوي كذي؟ أو أن مثلا جاي لي ثلاث أشخاص أطلب حق 20. إذا هذا تبذير، إن أنا ما أعرف أقيس الموقف وحاجته من المال، دائما أعطي كمية أعلى من المال. فتروحين تشوفين ساعات ناس إنه يعني هو قاعد في طاولة المطعم يطلب يعني وايد أشياء ما يأكل فيها ولا شيء. ففي حتى في أحد المطاعم إنه يعني حاسبك إن أنت إذا ما كليت الأشياء هذه، إن أنت تبدي يحاسبك إن أنت ليش ما كليت هذا الطبق. طبعا مو موجود بالكويت ولكن موجود في دول أخرى. فالفكرة إنه يعني ليش حرصا على تقليل من التبذير، إن أنت لازم تعرف يعني حجم معدتك، لازم تعرف حجم قدرتك المالية، لازم تعرف حجم قدرتك الشرائية فما أنا أشتري شيء فوق طاقتي، ولا إن أنا أحرم نفسي أدش في بوابات البخل، إن أحرم نفسي وأنا عندي قدرة شرائية عالية. دكتور حمد، نبي نعرف تأثير البخل وصفة البخل على الإنسان وأسرته، يعني سواء كان متزوج أو على أسرته من أولاده أو من زوجته أو العكس الزوجة وعيالها. نعم، نرجع نقول طبعا الأمر مثل ما تفضل دكتور نادي هو الأمر يعني مقرون في الشخص. أنا مثل ذكرت في أكثر مرة في الحلقة، الشخص اللي قد يكون راتبه محدود أو ما يكون عنده القدرة المادية أو ما يكون عنده القدرة المالية أو الملاءة المالية أنه هو يصرف، نعم قد يكون هذه قدرته. فما انا ما ابي اتكلم عن هذا الشخص اللي هو وضعه المادي نعم على قده، انا ابي اتكلم انه عنده اموال والله معطيه الخير واموره طيبه وعنده يعني بالبنك نعم مبالغ ماليه، لكن مقصر على اسرته بالضبط وما يعطيهم. هل في اثار سلبيه او ان اثار حتى يمكن تكون في اثار ايجابيه؟ نعم، احنا الامر الكلمه اللي انا بقتبسها منك هو التقصير. يعني هي الكلمه الاهم اللي انا كنت بقولها، انه هو يكون مقصر، يعني عنده القدره بس هو مقصر مع ابنائه مع نفسه. طبعا اذا كان مع نفسه وهذا كثر، يعني هو بالنهايه ترى الفلوس اللي انت قاعد تجمعها بالنهايه ترى ياخذونها اللي بعدك. صحيح. فانت يعني تحرم نفسك وما تتمتع في الحياه وما تتمتع بما تملك المال، لان اللي بعدك راح ياتي وياخذ هذا كله، ياخذه كله بدون تعب بدون مجهود بدون كل شيء. ويبذره بعدين، يعني حتى لما ياخذونه غالبا اللي يعني اللي مو هم صنعوا المال، لما ما عندهم هم طاقه المال اللي صنعوها، غالبا ما ياخذونها ويبذرون فيها لان ما عندهم اهتمام فيها. مو بس كذي، لانه ما شبعهم. هو بحياته ما شبعهم، ما شبع عياله، يعني ما ترس عين عياله في موضوع الصرف، في موضوع العطاء، في موضوع. فلما راح او توفي الاموال هذه راحت حق عياله، فشافوا خير، شافوا مال كان محرومين منه، فيصير بذخ بطريقه مبالغ فيها. قد يكون في حياته في بعض ابناء الجو الى امور سلبيه، قد يكون بعض يسرق، قد يكون بعض يرتكب بعض الامور اللي هو يعني بغنى عنها. هذا اثناء فتره ما يكون ابوهم قاعد يبخل عليهم في العطاء. نعم، يكون هو شخص موجود في الحياه ويكون يبخل عليهم، فهني قد يكون الابناء يجون بعض السلوكيات السيئه من اجل تلبيه حاجاتهم، لانه هو بالنهايه قد يكون طالب الحين ما توظف، فما عنده القدره الماديه الا من طريق الابوين او عن طريق والده، هو اللي يموله في الامور الماديه. فاذا هو الحين عمره ما سمح في العمل، في بعض الاماكن تسمح لهم في العمل في عمر صغير، ولكن اذا ما عنده القدره الماديه او ما عنده القدره انه هو يعمل، فهو ما عنده المصدر الوحيد من جني المال له هو والده. فاذا الوالد بخيل فهو ايش راح يسوي؟ فقد يضطر يروح سلوكيات خطا،
السرقة، عمل بعض الجرائم، وهذه أمور تصير يعني في مجتمعاتنا وحتى في مجتمعات خارجية. وهذا الأمر إحنا ما شجع عنه، يعني إحنا نقول إنه والله ما شجع على السلوكيات هذه. دائما تقول في حياتك متع نفسك أول في أموالك وفي في في أمور أنت اللي أنت اللي أنت عندك إياها، وكذلك متع أبنائك. يعني أنت استمتع بالأمور هذه اللي أنت موجود فيها ومتع أبنائك، لأن أثر النعمة الله سبحانه وتعالى يحب يشوف أثر النعمة عليك أنت كذلك. يعني في آيات كثيرة كانت تدعي الأمور هذه، ولكن إحنا قاعد نتكلم على في حياة الشخص يفترض أنه هو يقوم باستمتاع في الأموال هذه ويشتري ويحط والأمور اللي يقدر عليها، وكذلك حتى أبنائه يعطيهم، لأن لو ما أعطاهم ممكن يجون سلوكيات أخرى، ولو حرموا في حياته بعد موته راح نجد الاندفاع من الأبناء في الحصول على الأموال هذه، يكون تدبيرها وصرفها بشكل أسرع. فكل اللي جريته لسنوات طويلة وانت حارم عيالك اعتقادا منك أنك بعد ما تموت راح تبر عيالك الفلوس هذه، ترى عيالك وقت حياتك قد يكون يدعون عليك، يعني أنت ما تمتعوا بحياتهم ولا استمتعوا بالأمور هذه. فبعد وفاته أوكي. يعني تكون الأمور هني أسوأ، ويكون جني الأموال كثيرة، ويكون الأمور صرفة بشكل خطأ، لأن الولد في حياته ما شبع. دكتور انا معاك في كلامك زين وضدك في اشياء طبعاً. لكن بعد ما اطلع هذا الفاصل راح نرجع نتناقش مره ثانيه طبعاً. فراح يكون في شويه معارضه بيني وبينك. يلا مشاهدينا نطلع هذا الفاصل ونشوف معاكم تاثير الطفل وبصفه البخل او التبذير مع الاستاذ انوار الشلال اخصائيه العلاج النفسي، نشوفه ونرجع معاكم. ورجعنا معاكم مشاهدينا ونستكمل حديثنا ومعارضتي مع الدكتور حمد. دكتور حمد قبل شوي قلت ان الانسان البخيل وفي ناس وايد من العيال متاذين وقالوا احنا على حياه ابونا وابونا ما عطانا ولجأنا لامور. انا اقول من وجهه نظري يعني ان هو صنع المال هذا، ممكن ان يبي يعلم عياله شلون هم يصنعون المال، مو معناته ان انا صنعت هذا المال، خلينا نقول ان الاب هو اللي صنع هذا المال مو ورثه، في نعم. فرق بين النوارث وبين ان هو اللي هو صنع هذا المال من الصفر لما غايد ما كبر. فانا اليوم ما ابي اعلم ابنائي صراحه ان هم يتعلمون انهم ياخذون الفلوس بسهوله ويقومون يصرفونها ويتعلمون بس طاقه الصرف بدل ما يتعلمون بناء نفسهم مره ثانيه. في اطفال بحجه ان ابونا غني وصنع هذا ما يبون يتعبون نفسهم، ما عندهم هدف، ما عندهم طموح، ما عندهم رغبه ان هم يصيرون نفس ابوهم لأن المال موجود ومتوفر، ليش بوي ما يعطيني؟ فيقومون يستخدمون مشاعر اللوم، مشاعر تأنيب الضمير للأب اللي هو اشتغل وعلم عياله. يمكن الأب هذا مو قصده أنه هو يكون بخيل، يمكن قصده أنه يبي يربي عياله أنه يعتمدون على نفسهم، أنه يكون عندهم حافز أنه يصيرون مثله أو أنه هم يتقدمون في حياتهم. أحياناً واحيانا كثيره بعد ان لما احنا تكون عندنا فلوس وبصفه ان احنا نبي ندلل عيالنا ونبي نعطيهم نبي نقدم لهم كل شيء وما نبيهم يحسون انهم محتاجين كل شيء، فيحسون اصلا انهم ما عندهم حتى هدف في الحياه لا. ان هم يبون يقدمونه او ان يبون يتعبون في حياتهم ويكافحون وعلشان ينجزون، كل شيء متوفر، ما في مشاعر تدفعهم ان هم يتقدمون في الحياه. فانا احس ان في بعض الابناء امانه يبالغون زياده ان يقومون يلومون لانه هو مو عنده استعداد يقوم يتحرك، ما عنده استعداد يسعى، ما عنده استعداد يسوي شيء، فيقول ابوي ما عطاني فانا بروح ابوق، ابوي ما عطاني فانا ابوي مش عارف ايش، فيقط اللوم على ابوه ولا يبي يتحرك حتى ويسوي شيء. احنا المشكله يعني القاعده مالتنا القران، ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تسبطك كل البسط. صحيح. احنا انت كلامك قلتيه 1000% صح. احنا قاعد نتكلم على، انا ما اتكلم على الاباء اللي ما يعلمون ابنائهم كيفيه الاعتماد على انفسهم. هذا امر ايجابي، انا اقول دائما حتى حق الاباء اللي عنده القدره بس يبي يعلم عياله شلون يتعلمون كيف يبنى نفسه امر زين، بس انا اتكلم على الشخص الشحيح البخيل اللي ما يعطي عياله ولا شيء وفي اسر يعني وما تعتقد ان احيانا صفه الشح هذه تخلي حافز عند الابناء ان هم يبون هم بعد يصيرون نفس ابوهم ويصير عندهم فلوس؟ هو انت الحنفيه ما تسكرها كلها، او يعني الامر التسريب المفروض حق عيالك ما تسكره بشكل كبير، ما تحرمهم. اتكلم الحرمان، يعني المفروض البخل الشديد هو الحرمان، تحرمه من كل شيء. اما اذا بتعلمه نعم في ابهات والله اعطيك راتب، انا عندي القدره اعطيك راتب 1000 دينار كل شهر، بس انا عندك راتب 100 دينار. انا ما ابي اعطي راتب، انا صراحه ما ابي اعطي راتب، ابي هو يقوم يسوي حق نفسه. شاركينا دكتور. بس ختام، بس في شخص قد يكون، عشان الشخص قد يكون اتكالي، انت لما اعطيه كل شيء، طبعا الشخص اللي الاباء اللي يعطون عيالهم كل شيء يكون الولد متكل على ابوه في كل شيء، فما يسوي ولا شيء ولا يعتمد على نفسه في البناء ولا يعتمد على نفسه في العمل. انا دائما اتكلم على الشخص اللي انت عط ابنائك فسحه
انهم لبناء ذاتهم، لبناء قدراتهم. لا تبخل، لا تكون بخيل بخل شديد تحرمهم من كل شيء، لان هذا امر سيء جدا في تعامل معك. انا عندي وجهه نظر شويه يعني ممكن يعني تكون يعني ما ادري توافقيني عليها او لا، ولكن انا يعني من خلال خبرتي الوظيفيه انا اشوف ان واجبات الاباء يعني عيالي ما لهم حق بفلوسي اذا ما انا عايشه. صحيح. انا كيفي اصرفها هني ما اصرفها هني، اعطيهم ما اعطيهم، ان انا يعني انا ملزومه معاك بالاساسيات، بالاساسيات اللي هي الماكل المشرب الدراسه يعني الاشياء الضروريه. اما لما تي انت تبي اشياء كماليه او اشياء مثلا تبي تسافر لي كل صيف انا ما ابي، هذا ما هذا انا مو انا بخيله يعني انا يعني هذه فلوسي وانا كيفي انا اصرفها. يعني انا ضد الابناء اللي يعني يعطون نفسهم حق ان صحيح. هذه فلوس ابونا لا انا عايش، هذه صحيح. فلوس امنا لا انا عايشه. وانا هذا دكتور اللي يمكن قاعده اشارك الدكتوره فيه، ان هذه فلوس الاب او فلوس الزوجه. انزين خلينا على الاب اكثر لانه هو القوامه عنده وهو بالصرف. المسؤول ومعني بالصرف. انا كفايه ابنائي عايشين في، اكيد هم ما دام ابنائي فهم عايشين مثلا في القصر اللي انا عايش فيه بما اني انا انسان غني. خلنا بيت عشان ما خلينا نقول بيت البيت اللي انا بمستوى المعيش اللي انا عايش فيه. نعم. بالبيت اللي انا عايش فيه، في الاكل اللي انا عايش فيه، في في الخدم اللي انا موجود. اكثر من كذي ان في اطفال او في ابناء قاعدين يبالغون ان لا احنا نبي ابي اسوق السياره الفارهه. اوضح لك اياها هذه يعني ان شلون ان احنا في البدايه ان انا مسؤول كمعني في التربيه او ان انا اب او انا ام ان انا اوفر لك الحاجات الاساسيه. عندي فلوس انا زايده ما ابي اعطيها، ما ابي اعطيك، هذه حقي فلوسي. صح. يعني انت ما تي تورثني وانا على قيد الحياه. او ان انت مثلا تي تقول والله لا مو على كيفك تصرف فلوسك، لا على كيفي لان هذه فلوسي. إيه انا اللي كونتها وانا اللي صنعتها وانا اللي انا اشاركك الراي. في ابناء يروحون عند اهلهم ويقول مو من حقك ان انت تصرف فلوسك، من حقك تصرف علي. لا مو من حقي. زين انا هم ابي ازيدك ان الحين احنا مثلا مثل ما احنا مسؤولين عن ان احنا نوفر الحاجات الضروريه للابناء، احنا مسؤولين ان نعلمهم ان انت ما تعتمد في مصدر الدخل علي. يعني شلون؟ يعني ما اقول والله مثلا ان خلاص انا اعطيك راتب، الراتب هذا انت تصرفه اليوم، تصرفه شو اسمه كيفك، شنو تبي تسوي فيه؟ مالي شغل، الراتب خلص، انت مبذر. اسلفك انا شو اسوي مع عيالي؟ اسلفك. ولما الشهر الجاي لما اعطيك الراتب اخصم السلفه اللي انت خذيتها مني. فكذي انت شنو تعرف انت لما يجيلك باكر الراتب، لان احنا عندنا مشكله في اداره الاموال. صحيح. وهذه المشكله او اكبر بوابه حق الاضطرابات النفسيه. ما يصير انا اصير شيء مطفوق، يا نزل راتب خلاص اشتري كل شيء واصرف كل شيء وما اعرف حاجتي وما اعرف، بعدين اقول والله ما عندي فلوس، او اخر شهر احط ماي فوق الشامبو عشان والله ما عندي فلوس اروح الجمعيه. والله العظيم شيء يسوون. صحيح صحيح يعني صحيح صراحه اسمع إيه. هذا الفكره انه يعني ليش ما في اموال حق الجمعيه، ما في اموال حق البنزين، ما في اموال حق الضروريات، ما في اموال حق كماليات. صحيح. يعني مثلا رحله السوق او رحله السفر في اموال حق السفر، ما لها شغل في اموالي الاساسيه. اما لما اروح انا اخذ من فلوسي هذا ضغط نفسي. صحيح. هذا انا اعيش بضغط نفسي، هذا من اللي يسويه الاباء. انت مالك شغل انا كم املك من الفلوس. انت لك شغل ان بالفلوس اللي انا اعطيك اياها انا علمك، مو اعطيك اياها كذي خليك بروحك تستنتج وتفكر. لا هم هذا اسلوب خاطئ يعني متعب نفسيا للابناء. لا انا اعطي ابنائي، انا شنو اسوي اذا اعطيت ابني؟ اقول له شوف نصيحه، بالاسبوع اصرف هالرقم، اخذ هذا حطه ادخار، هذا خشه اذا ساعدينا شلون يرتب امواله اقسم له. عاد هو يلتزم بهذا النظام ما يلتزم هذه مشكلته. صحيح. قضيته. صحيح. والله يما انا تاير سيارتي اخترب، قضيتك. احنا انا قلت لك حط ادخار، صح ولا لا؟ صحيح. فليش ما سويت كذي؟ خلاص اقعد انطر للراتب الجاي. فايش يصير فيه؟ يصير فيه انه قاسي، انا اعرف قاسي في البدايه، اعرف ان هم يبون ان انت تعطيهم الحل السحري عشان يعيشون برفاهيه. لكن انت باكر شلون تصير اب؟ شلون تصير رب اسره؟ شلون ان انت باكر التحكم يعتمد عليك؟ مثل ما تفضل دكتور حمد ان احنا نحتاج نعلمهم الاعتماديه. صحيح. والاعتماديه تحتاج في البدايه صرامه في التربيه. الصرامه لا تعني اني انا يعني اخطئ على مشاعرك او اقول لك مثلا اسيء لك بالكلام، لا، انا اعطيك مسؤوليه. مثلا مسؤوليه ما مشت اعلم الاخوان، يعني انا شنو اسوي اذا عيالي شفت ان بينهم اداره خاطئه للمال؟ اعلم الاخوان يعطون بعض. ليش؟ عشان احنن قلب الاخوه على اخوه.
لا تعتمد ان انا مصدر الرزق بس. انت لازم تعرف ان انت لازم ايضا تشوف اخوك كذي اساعده، هو ايضا انه راح يحس انه عنده عائله، عنده سند وعنده دعم اجتماعي. راح نكمل حديثنا، لكن مشاهدينا بعد ما نشوف اراء الناس بهذا الموضوع راح نرجع نكمل حديثنا. الفرق بين البخيل والمبذر، اشوف ان البخيل اللي قاعد يقصر على نفسه ومو قاعد يعطي نفسه حق يعني، والمبذر اللي عادة يعني يستولي على حق غيره يوصل للمرحلة هذه، وانه يقط فلوسه على شيء ما يسوى. شوف الفرق بين المبذر والبخيل، المبذر اللي يصرف فلوسه بالهبل، يعني التيشيرت بدال ياخذه ب10 ياخذه ب100 ولا 200، والبخيل اللي قص على نفسه اللي اساس انه ياخذ تيشيرت يقعد فيه نفس التيشيرت مثلا سنة كاملة. شوف هذا الفرق اللي بينهم. بالنسبة للفرق بين المبذر والبخيل، بالنسبة للمبذر اللي هو الإنسان اللي يدش الجمعية نسى نفسه، شرى اللي يبيه واللي ما يبيه، وقط كل اللي بخباته وطلع وخذ اللي بحاجته واللي مو بحاجته، هذا المبذر. أما البخيل، هذا البخيل اللي يبخل حتى على نفسه، على بطنه، يعني ما لي شاف الشيء تحسف قال ها أشتري ولا ما أشتري. المبذر هو اللي يصرف الأمور الغير حياتية ويعتبرها أمور حياتية. أما البخيل هو اللي يصرف في الأمور الغير حياتية في أمور حياتية يعتبرها أنها حياتية وهي ما هي حياتية. إن الفرق بين المبذر والبخيل أن المبذر اللي يشوفون أنه عنده فلوس وكل شيء، بس أنا اللي يصرف وما حد يكلمه، اللي هو يشوف أنه عادي عنده كذي. والبخيل اللي عنده بس حتى على بطنه يمن، يعني اللي ما يصرف على بطنه، يعني يوم عام مثلا ما يبي يخشهم كذي. بالنسبة حق المبذر اللي يدش شكل ما نقول سوق ولا جمعية وهذا، ويشتري الأكو والماكو اللي يحتاجه واللي ما يحتاجه، هذا مبذر. ولا اللي سوى عزيمة تلقى لك العزيمة تضم تقريبا 10 أنفار ويبي يذبح لهم كل واحد ذبيحة، ما يصير. نعمة الله هذه التكتت وهذا، وهذا المبذر. أما البخيل اللي عنده فلوسه بس ما يبي يصرف على أحد، ولا حتى يصير ديوانية وقاعدة بالديوانية ناس تجيب هذا أجيب شيء وهذا أجيب شيء وهو ما أجيب شيء، على قولتهم على قولة المثل ضرس فوقي ياكل ما ينوكل عليه. المبذر هو اللي مسرف في كل شيء، حتى لو ما عنده شيء أو عنده يعني شيء كثير إنه مسرف، يصرف في كل شيء، ومبذر في حلاله في كل شيء. اما البخيل اللي عنده كل شيء بس انه يبخل على نفسه وعلى غيره وعلى، وهي صفه غير حميده طبعا. رجعنا لكم مشاهدينا، وموضوعنا جدا شيق، قاعد نتكلم عن التبذير ونتكلم عن البخل والصفات هذه شلون تاثر على الاسره. دكتور حمد، يمكن نقول ان الرجل ممكن يمسك ايده مع ابنائه، لكن في المقابل أنا يعني كنت معاك إنه يمسك إيده مع أبناء، قصدي ضدك إنه يمسك إيده مع أبناء، لكن في المقابل مفروض ما يمسك إيده مع زوجته. طبعا. يعني مسؤوليته هي يعني لازم يصرف عليها. أنت شو تقول؟ يعني شوف النقاش هذا نقاش، يعني أنا ترى هو مو تحيز، أنا لما قلت عن الأبناء أقصد إنه أبي الأبناء يتعلمون شلون يهتمون هم بنفسهم يكون لهم هدف، لكن هذه زوجته هي اللي يعني لازم يصرف عليها. لا أنت ترى الحين رحتي جانب آخر. لا أنا قاعد أتكلم عن إنه لا يصير بخيل مع زوجته، ولا إيش رأيك؟ لا تصير بخيل حتى مع عياله، باب أولى. إحنا قاعد نتكلم على لا باب أولى زوجته، أولى من عياله. هو هذا باب زوجته طبعا. أنا أكلم حتى طالباتي في الجامعة، يعني تكلموا على موضوع المساواة ما بين الرجل والمرأة، وإن القوامة عند، فلما أقول لهم موضوع القوامة عند الرجل، القوامة عنده فرض هو يصرف، بس هذا يتساوون. أقول زين شلون يتساوون هم القوامة عنده، فإذا القوامة عنده افترض يكون الرجل هو اللي عند، يعني فرض كل مرة متساوية ما تطلب منه إن صح التعبير. ليش؟ في ما يفترض يكون مفهوم أعوج إنه والله هي متساوين إن بحقوق الواجبات. وصل لي أكثر هالمعلومة، شلون إنه يعني شلون يكونوا متساوين؟ هل هي تصرف على نفسها؟ لا أنا أقول أنا برأيي إن الرجل هو مفترض يتكفل في كل شيء، بالأبناء في الزوجة في الكل. وعندي بعد عندي بعض التفسيرات، بس خلينا نتكلم عن الابناء بعد ارد على الزوجه. على مفهوم الابناء انه يعني يفترض انه يعطي عياله القدر اللي يكفيهم، لان في بعض الابناء شوي ينمى سلوك البخل عند الولد. اعطيه مثلا اقول له والله هاكي 100 فلس روح فيها اشتري فيها، ما 100 فلس ما تكفي حق صمونه وعصير. فشو اضطر هو يوفر هذه ويروح حق ربع اللي عندهم صمونه ياخذ لهم صمونه.
بالمدرسه، او ياخذ من ربعه اللي جايب صمونتين يقول اخذه، واللي عنده فلوس يقول يجيب لي. هني ما يرجع حق سلوك الطفل نفسه. بس من اللي رسخ سلوك الطفل؟ الاب. ان الاب ما اعطاه الشيء اللي يسد حاجته، انا اعطيه الشيء اللي يسد حاجته اللي يكفيه باليوم انه يجيب حتى بحسب عمره. أوكي. في المدرسه فاعطيه والله مثلا مبلغ نص دينار عشان يجيب مثلا فيه صمونه وعصير مثلا في اليوم. أوكي. فهذا يكفيه. عشان احرص انه ما يتشكى بسلوكات خطا، انه يضطر ياخذ من ربعه، يضطر ياخذ صمونات رفيجه، يضطر ياخذ عشان يوفر المبلغ على تياه. فانا اعطيه الشيء اللي يسد حاجته، وهو طريقه ادارته هني يصير تقويم الاب. فهني الموضوع انه يفترض اعطيه الشيء اللي يسد حاجته. يسد حاجته، انا معاك دكتور انه يسد حاجته وما يكون فائض عنده. ما الفائض هذا انا ضده تماما في كل، حتى الشخص اللي عنده خير 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 لا يعطي فائض ولا يعود على الشيء الخطا ولا يصير ولده مرفه ويصير اغلى سياره واحسن سياره. نرجع حق الزوجه. نرجع حق الزوجه. الزوجه طبعا في مفهوم انه والله يعطيها ما يسد حاجتها. انه والله انا مثلا يعني في بعض اذا تبي قوامة اسلاميه او قوامة دينيه، انه والله انا اعطيها مثلا موضوع في الشتاء وفي الصيف واتكفل في بعض الامور. بس اتكلم على طبعا المفاهيم اللي الحين احنا دارجه، اكيد هو الزوج ومسؤول عن كل شيء اذا كان عنده قدره ماديه. وهي اتكلم انا دائما الزوج لا تضطر تقترض عشان زوجك تبي جنطه، ولا تضطر تقترض عشان زوجتك تبي ساعه. هذا امر خطا جدا. وفي عندنا يعني في انا عندي اشخاص يقول والله انا باخذ قرض لان زوجتي والله تبي جنطه، ولا بتاخذ ساعه. يعني هو يبي ياخذ قرض علشان يعطي لها ستيب ساعه؟ لا طبعا. انا ما اتحكى عن شيء، انا اتحكى عن انه لا يصير بخيل وهو عنده خير. بالضبط، اذا عنده خير لا والله ونسها ونغنغها ومتعها بما استمتعت فيه انت، لان بالنهايه يعني حتى متع عيالك، استمتع بالفلوس هذه، الفلوس هذه ترى بالنهايه هي موجوده عشان تستمتع فيها. بس انا اتكلم طبعا اكيد موضوع التوفير تكون موجوده، بس لما اتكلم على اذا تبين وجهه نظر هذه اللي فيها النقاش، ان حتى مثلا والله في بعض البنات تقول والله احنا متساويين مع الرجل. اي في بعض النساء او في بعض الرجال يطلب من زوجته تساعده مثلا، في 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 البيت، تقول له والله يقول له مثلا والله نسكن مثلا مكان فلاني، احتاج منك تعطيني من راتب مثلا جزء معين. المساعده هذه زينه، بس اتكلم عن الشخص اللي ما عنده. أوكي. اما الشخص اللي عندك لا والله انت غطيت كل شيء، بس في الايجارات انه اذا ما عندك قدره راتبك هذا هو محتاج احد يساعدك، تقول لها مثلا باتفاق وياها والله ترى مثلا راح اتكفل في البيت ايجار البيت، وانت مثلا ما اشله عليك مثلا باتفاقهم. انا اتكلم الشخص اللي ما عنده، اذا عندك تغطي هذا كله هذا دورك. اذا ما عندك اتكلم عن المساعده، انه والله مثلا تساعدوا بعض في جزئيات معينه في بعض الاساسيات. بس دائما انا ضد موضوع الاقتراض، اقترض عشان والله اجيب شيء انا بغنى عنه، اقترض عشان والله اجيب لها شيء وتتفاخر. دكتور انا ضد الاقتراض جمله وتفصيل. نعم. في اي شيء كان، سواء لا ولا لها ولا حق اي شيء كان، ممكن يعني يتجهون حق كذا اتجاه اساس يطلعون فلوس. لكن انا اتحكى عن انه يكون هو عنده. انا لما اقول ان الرجل او الاب لما يكون عنده فلوس يكون مقتصد مع اولاده بس كريم مع زوجته، لان لما انا اقصد في انه يكون مقتصد مع اولاده، انا قصدي انه يدفعهم عشان يكون عندهم هدف في الحياة. نعم. إنه هم بعد يبون يسوون لهم كارمة الغنى أو كارمة. صح. المال. لكن زوجته هو مسؤول عنها، محتاج يعني محتاج يربيها يعني مو محتاج. أيوة شكرا، مو محتاج إنه يربيها. الأبناء إحنا محتاجين إن نربيهم ونعلمهم ونوجههم، أما زوجة ترى يعتمد على ذكاء الزوجة، إذا يتلف فرفورة وشي ويكبر يقصن عليه يدلعها، صح ولا لا؟ فإذا يعني هي الفكرة إن كل زوجة يعني ذكية طبعا لازم تعرف كل رجل له مفتاح. فلازم تعرف مفتاح شخصية هذا الرجل. ففي رجل نمط شخصيته ما يعرف يجيب هدايا، مو لأنه هو بخيل. يعني في ناس يعني عندهم يعني مشكلة في فهم أن هذا هل هو بخيل أو هذا نمط شخصيته. يعني عندنا إحنا الشخصية العملية هو إنسان ما يعرف يجيب هدايا، ما يعرف يجيب لك هدايا ثمينه، ما يعرف يجيب يعني يجيب بالمناسبات. يعني دكتوره قصدك انه هو ما يعرف يجيب هدايا لكن ممكن يعطيها المال؟ قصدك اذا طلبتي؟ اذا طلبت. يعني عشان كذي اقول لك هو معتمد ايضا عطاء الزوج لزوجته، يعني العلاقه الزوجيه غير عن علاقه الزوج الاب مع الابناء، هي علاقه مختلفه تماما. فاحنا ما نقدر ناخذهم كلهم ونحطهم في مقارنه واحده. صحيح. لان المراه ناضجه. صحيح. انت مو جاي تربيها ولا جاي بس ان الفكره انت جاي تتفاعل معها وتتصل معها، فطريقه الاتصال تعتمد هل المراه كانت ذكيه كفايه بحيث تعرف نمط شخصيتها فتعرف كيف تحاوره. يعني اذا هي متزوجه تعبيري راح يغرقها ماركات، يغرقها ويعطيها كل شيء، لانه هو يحب يشوف هذا الرجل التعبيري يحب الكشخة. حبيت الرجل التعبيري. يحب الكشخة ويحب الدين ويحب 24 ساعة يشتري. وإذا رجل مثلا عملي يحب السوق. إيه. زين العملي ما يعرف، ما يعطي، ما يعرف السوق أساسا، ما يعرف
ما يعرف احتياجات المرأة، يحس إنه ما عنده سالفة إذا راحت السوق. عنده راح الجمعية يابلك ماشلة قمة الحب عشان أحكم شريط ماشلة أنا زين خلص معاملة خلص. فطريقة استيعابه حق الموضوع كذي. فلما نيجي حق الشخصيات مثلا الودودة يصير يعني رجل الودي رجل مبذر اليوم ينزل معاشه مسلف نص الفريج نص العالم فآخر يعني آخر شيء ما عنده فلوس إيش ما عنده والله ولد عمي طلبني واستحيت وفلان طلبني يستحي يقول لا يستحي يقول لا فعنده مشكلة مع كلمة لا. فإذا هذا الرجل ما أنا أي أقول والله هو مثلا ما يعطينا لا أنت لازم تعرفين أنه هو نمط شخصيته ما يعرف يسيطر على الفلوس فأنت بادري في عملية التنظيم المالي تنظيم صحيح. فالفكرة أن كيف نوازن بين علاقة الرجل والمرأة وهذه قصة طويلة يعني صحيح. إذا حابين نسوي فيها حلقة كاملة يعني إن شاء الله. مشاهدينا بما أن اليوم موضوعنا عن صفات البخل والتبذير خلونا نشوف هذا المشهد ونرجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا ومستمرين في حديثنا عن البخل والتبذير. دكتور حمد وصلنا حق مرحلة العلاج الإنسان المبذر سواء المبذر أو الإنسان البخيل شنو طرق العلاج شنو ممكن نساعده يعني فيه؟ طبعا المعيار الأساسي عندنا إحنا هو اللي عنده واللي ما عنده يعني هو الكلمة الأساسية في الموضوع هذا كله. بس أنا دائما أقول إنه حط عندك لستة أولويات الأولويات لازم على كل شخص يديها بما يقدر يعني أتكلم عن المبذر أو البخيل عشان واحد كلامنا. البخيل يفترض يكون عنده الأولويات لازم يأديها بشكل سليم هذا يفترض هو واجب عليه فمتى ما أداها بشكل كامل سواء لأبنائه لبيته لزوجته بعد ذلك ما يقوم فيه من بعده هذا أمر يعني أنت لك حرية فيه أموالك تتصدي حق نفسك بتعلم عيالك شلون يتربون شلون يجدون أموال خلص أولوياتك حق. وبعدين سوي اللي تبي تسويه الكل مبذر بخيل أولوياتك هي الأساس صحيح بيت عيال عندك مثلا امور مصاريف حق العيال ايجارات اكلك شربك اكل شرب اساسيات ملبس تاديها لسته كامله بعدها كيفك تبي تصرف زياده اصرف تبي تبذر بذر تبي تقتصد تقتصد بس هني بعدين نبدا المرحله اللي بعدها أي. بعد ما تتم الاولويات هني نبدا شلون ننظم الشخص في كيفيه التعامل اذا كان بخيل نبدا نحاور بطريقه مختلفه ان الاموال هذا طبعا انت راح تخليها لمتى يعني متى من راح تتمتع فيها تتعلم عيالك علم عيالك بس انت استمتع فيها استمتع انت فيها البس صح انت عدل اكشخ حق نفسك حق نفسك البس سوق سياره يعني مرتبه يعني وفر لك الرفاهيه اللي انت تستحقها بهذا المال الطريقه اللي تليق فيك انت بقدر الامر بقدر المال اللي جمعته هذا حق الشخص اللي لو كان بخيل ادي الوقت يمكن راح يداهمنا بس عشان نتكلم بشكل اسرع اما الشخص المبذر نقول له انت الحين الامور هذه اللي انت جنيتها واللي ربحتها ادل اولويات في البدايه وبعد ذلك انت يفترض تقوم بالامور اللي انت مطلوب منك بشكل اساسي او بشكل اولي موضوع كيفيه تنظيم عيالك انت لما تبذيرك على عيالك راح تعلمهم سلوكيات خطا راح يكون شخص معتمد شخص اتكالي وشفنا اشخاص كثر في مثلا في البعثات الدراسيه لما ندرس او ربعنا يكون شخص عايش مرفه لما يروح يسافر برا يعيش بروحه يكون شخص ما يعتمد عليه ما يعرف يدبر نفسه بعض السلوكيات السلبيه تكون عليه فانت كذلك اذا انت عندك القدره الماديه انت يفترض تربيه على الامور هذه تربيه كيفيه انه يكون عنده قدره على الاعتماد على نفسه ثم يكون عنده قدره على فتح بيت ويكون مسؤول عن اسره. دكتوره ناديه كلمه باختصار. والله شوفه يعني انا ما ابي يعني اصدم المشاهدين ولكن البخل من اصعب يعني المشاكل اللي احنا ممكن احنا نعالجها عشان كذي من البدايه لا تزوجون بخيل والله لا تزوجون بخيل يعني من البدايه يعني حل هذا الموضوع لكن اذا في حال ان انا يعني دخلت في العلاقة الزوجية هذه نحتاج أن تتدخل كل العائلة اللي هي زوجته وعياله في الموضوع ويوقفون وقفة صارمة في أن يعني يبينوا له أخطاء ما إحنا ما نصبر ما نمشي الأيام معه لا إحنا يعني خلاص نبدي نوقف شهر شهرين ثلاثة مثل المعارضة على اللي هو قاعد يسويه يعني ما راح أقول لك إن الحل راح يكون 100% ولكن إنه راح يعني شوية يعني يفتح الحنفية يعني بس إن البخيل يعني من الصفات اللي صعب جدا علاجها. كل الشكر لك دكتورة نادية الخالدي كل الشكر لك دكتور حمد الطيار. مشاهدينا خلكم معنا بعد ما نشوف هذا التقرير مع فجر ونرجع لكم.